الدوري. الكرة تصل مرة أخرى في مكان انطلاقة سريعة وصلت إلى مالكوم بيلعب للكرة تصويبة مستحيلة يا سالم. لو أردت أن تهدرها لن تفعل ذا. الكرة تصل في الجهة اليمنى عرضية وعالية ولكن الكرة يفقدها تعود فيها تصويبة. لا 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 يا سالم يا سالم حنين أسد السيرانكا يتقدم السنغالي ماني. ماني بيلعب لكرة عرضية تنسكا سلام تنسكا حتى تنسكا صوب يا الهدف الأجمل الذي ضاع متابي ولمسة كريستيانو همسة وصلت إلى فوفانا والمجهول يرسل الكرة إلى ساديو ماني. ساديو في مكان كريستيانو تصويبة تهديد ثاني للنصر لكن الكرة في المستمر تنسكا يهرب من الرقابة كريستيانو يتقدم ساديو يصل فوفانا يطلب ساديو الكرة مع صواب مستحيلة ساديو قلت أربعة على أربعة لك إلى ساديو ماني بزلت في أرضية الملعب فرصة قائمة للنصر فارس نجد يحاول والكرة يقف فيها مرور في التمرير تنسكا يا رب مستحيل أيمن كاد أن يصنع في دقيقة كانت للهلال الآن نشاهد سعود والعرضية رأسية ثبت هنا الله على الاستلام سلطان عدى سلطان تقدم وانتم لكن لا تكتمل يا سلام متابعة مستحيل مستحيل هذه اللقطة كانت فيها متسللا غريب يتقدم مع سعود أو كوليبالي غريب عدى غريب عرض الكرة من ساديو لكن وصلت بعد ذلك إلى ياسين خلالها الهلال بأن يرتقي إلى القمة وينفرد ويبتعد الكرة العرضية الرأسية الهلال في القمة الهلال في القمة وأضاف هذه النتيجة والكرة العالية في مكان الكرة العالية في مكان مترو لم مترو مستحيل